أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق مستهدفات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه التحديد الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية في محافظة مصر. خلال اجتماعها مع محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قال فريد إن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يعد بمثابة شراكة استراتيجية لرفع مستويات الوعي بالمنتجات والأنشطة المالية غير المصرفية لمساعدة الأفراد على الاستثمار والادخار والتأمين ورواد الأعمال على الوصول إلى التمويل اللازم للنمو. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد أحد المحركات الرئيسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري ما بين مصر والصين. وشدد الخطيب في هذا اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الصين كجزء من خطة الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية. بحث وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به، وتناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، وذلك للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذي السمعة المتميزة عالميا. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بصعود جماعي لمؤشراتها، وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ب 18.5 مليار جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام ما نسبته 1.988 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 65% ليصل إلى مستوى 29039 نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان على صعود بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 6820 نقطة، وأغلق مؤشر EGX100 متساوي الأوزان على ارتفاع بما نسبته 1.35% ليصل إلى مستوى 9720 نقطة. أكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري. أوضح مكتب الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ارتفع بنسبة 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه. كما أوضح المكتب أن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات المنطقة، منطقة اليورو، انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 1.1% في الربع الثاني، مخالفا لتوقعات المحللين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، والذين توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما نسبته 1.1%.